بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومشاهديكم الكرام. حقيقة مثل هذا الإجراء هو إجراء لا يمثل لا إجراء دولي ولا يمثل يعني نظرة العالم إلى العراق اليوم. إجراء تقوم به دولة، هذه الدولة هي وحدها، لم يتعطل المطار، صار له سنة وست أشهر يعني حصار من قبل الأتراك وست أشهر أخرى، لكنه لم يتعطل هذا المطار، بقي فاعل يعمل بتواصل مع المطارات الأخرى، وهناك سفرات يقوم بها جيراننا، تقوم به دول حتى أوروبية لهذا المطار، فبالتالي لم يتوقف حركة ولن تتوقف حركة هذا المطار. هذا جانب جدا مهم. اليوم نظرة العالم للعراق نظرة مستقرة، من شماله إلى جنوبه هناك تنسيق عالي، شفافية عالية، هناك علاقات مهمة بين الإقليم والمركز. يحاول الأسراك اللعب على وتر الخلافات بين الإقليم والمركز لإيجاد نوع من نقاط الربح ممكن أن يحصل عليها النظام التركي، لكن لم يحصل عليها ولن يحصل عليها، لكون الموقف العراقي أصبح أكثر قوة، خصوصا بعد خضوع أردوغان ومجيئه إلى بغداد، بعد مشروع التنمية العالمي الكبير الذي يمر عبر العراق، الذي أرضخ وأركع أردوغان وأجبره على المجيء والجلوس إلى طاولة الحوار في بغداد. نعم سيد محمد، يعني ما غاية أنقرة من تمديد الحظر؟ يعني ما لها أهداف التي تريد تحقيقها من خلال ذلك، بما أنك قلت بأن الحظر هو شكلي فقط وحركة المطار مستمرة؟ هي محاولات يعني فاشلة بالمناسبة، يعني كمراقبين أنت تلاحظ المطار يعمل، نعم ربما تراجعت بعض السفرات التركية ليس إلا، لكن هو مطار دولي تجي الطائرات من كل العالم، فبالتالي ليش أنا، هل وقفت الطائرات، هل وقف الحركة حركة الطائرات في مطار سينا؟ لا، لم تقف ولن تتوقف، لذلك هو محاولات فاشلة لابتزاز حكومة الإقليم وثم الضغط على حكومة المركز لمكاسب اقتصادية ومكاسب سياسية. العراق اليوم يتحدث من منطلق قوة، اليوم العراق لديه أكبر مشروع تنموي في العالم وهو طريق التنمية، لذلك اليوم العراق يتحدث ويتصرف، ولذلك نشوف الحكومة العراقية إجراءها، أنا شفت تقريركم يقول أنه الإجراء مالته ضعيف، ولا ليس بالضعيف، هو لا مبالي، لا يبالي بمثل هذه الإجراءات ولا يبالي بمثل هذا الحصار الذي ست أشهر بست أشهر لن يثني. المطار سوف يبقى يعمل والإجراءات سوف تبقى مستمرة وتبقى هناك حركة جيدة جدا. أعتقد أن الأيام القادمة سوف يعوض هذا المطار برحلات أخرى يعني مهمة. من سيد محمد الخليج، عذرا على المقاطعة، ولكن يعني موقف حكومة بغداد وكذلك موقف حكومة إقليم كردستان يعني وصفت بالضعيفة أو الخجولة حيال هذه القرارات، يعني ليست المرة الأولى بتمديد الحظر، يعني خصوصا وأن هذا المطار يخضع لقوانين المطارات في العراق، يعني ونرى اليوم أردوغان يزور العراق وكذلك هناك تبادل زيارات بين البلدين، ومع ذلك لم تحرك ساكنا حكومة بغداد يعني حيال ذلك. طبعا حكومة السيد السوداني هي ليست ضعيفة، وليس حكومة حتى حكومة إقليم كردستان ليست ضعيفة، لكن هو إجراء غير يعني مو مفيد، يعني حقيقة لم يخسرنا شيء، لم يرجعنا إلى الوراء، بل بالعكس هو يعني يزيدنا إصرارا على أن نكون أكثر تفردا بالقرار، قرار حركة الطائرات. لذلك حكومة السيد السوداني بدت غير مبالية، وفعلا هي غير مبالية، كذلك إشارات إجت من حكومة المركز إلى حكومة الإقليم كردستان بالاستمرار في عمل المطارات، في عمل يعني حركة الطائرات في داخل يعني مطار السليمانية، فبالتالي العراق غير مبالي، لا يهتم مثل هذا التصرف، لن يخسرنا شيئا. اليوم احنا بلد قوي متماسك، لدينا حكومتين قويتين في الإقليم والمركز، هناك علاقات جيدة جدا بين الإقليم وبين المركز، هناك شفافية في الحوار، اتفاقات مهمة، لذلك مثل هذه التصرفات حقيقة صبيانية من قبل حكومة أردوغان لن تثنينا ولا تثني العراق عن التقدم إلى الأمام خطوة. نعم، كنت معي من العاصمة العراقية بغداد السيد محمد حسن الساعدي، كاتب ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.